بيشيل الوحدة. لا 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 حاسب عيب. كده حسابي. لا بيشيل الوحدة ما اعرف والله. هي خمسة راشية. هي خمسة. هي خلص هي خمسة. ها قليل. عندي لوجه. بس منير منير خلينا نقلبي لا تحكي على الحقيقة. دائما. خطية ميلاد ما تهنى وينك ما لحق تهنى. ها؟ تو تو داير يصعد. الله كريم الدنيا رزق رزق. ما يشبكوا حتى هدد الميثاق وبطل قال له صرخك بس الف هنا تذكر حر تذكر هذا من يواقف قال له صرخك بس الف هنا عمل بعمل عشان تبيع جنس هذا هذا اللي احنا نحاول منير ما مرتاح له هذا على ابو الناصريه لا والله انت مرتاح له بتحس وراء قصه ها مو وراء قصه هذا الولد بس منير ما نعرف ترى هي تذكر هذا الشيخ الصرايبي اللي شباب شو اسمه؟ ايه طلع قرايبه هو طاف بسبب هاي المصيبه فضيحه ايه شلون؟ ايه شغلته ما ادري يعني ما ادري شلونها. هو ده يسمع ده يسمع حلاوه بالناصريه. ساكت ساكت ما يصير نغلط يجمع معلومات علينا. حلاوه ساكت شغله صادق. منير يجمع معلومات هذا. هذا مندس مندس. انا من اشتغل مخ محاسبه هذا جبت فلتشي انا قمت بس جواب اخي ما عم اشتغل مثل هذا والله لا بتعالوا يلا منير فصار فضيحه بالناصريه وجاي من علاوي هيات يمين اسمع هيات وايد انا صامت بس هون هي المعلومات ايه كيف بالك؟ اول يا بس هذا الشيخ خارج بسوي انا ما متعلم ولا فصار انا متعلم كان حداد جديد شفتها تواقف من قبل شويه شفتها حداد جديد تواقف من قبل شويه بس علاوي ولا قصه بذكرك علاوي ايوه ايوه مصيبه والله لا بس ليش قولوا بي قوي الو زين هتخلص لو بعدين لا جزئين الجزء الثاني جمعي خلص الجزء الاول الجزء الثاني اربع شهور هو انا كنت عندي حلو شو بدك تسوي شو
عم احنا ناصريه ورا مصيبه. بس بعد صار يمه ماليه. سيدنا ذيقه بزويد مثل الكبير يجاوب الحلاوي ماكو؟ لا لا ايوه مين سوى ايش مؤسسه؟ سيدنا ذيقه يقول له ما تقدر انه الموافقات النيه على المنطقه صراحه هو اللي يا جماعه مو يبغى هذا عمو مو يبغى تدري عمو لا قصر قليل لا يكتبوا جان على عادي على قواسة